انزل يا جمال الدين. ماذا يحدث في الخارج؟ تعال لترى ما تفعل ابنة أختك مع هذا الصبي. جلبت مما أخذته عن شيخنا عبد الله بن وهب، سأعرض منه على الإمام. رحمه الله، فضله علينا لا ينسى. الحمد لله على قدوم الإمام ليكمل. انزل يا جمال الدين. ما هذا الحشد؟ ما الخبر؟ عن ماذا تتحدث؟ انتبه لما تقول يا عقيل وما تفعل. وليقتضي الانتباه والسكوت عن الفواحش، هل يقتضي التهاون في حدود الله وما نهى عنه؟ ألا تتريث يا عقيل وتترك الحكم لأهل الحكم؟ أتريث؟ أتريث وقد ثبت ما يستوجب الأخذ بشرع الله؟ ماذا أكثر من شهود ثلاثة وأنا الشاهد الرابع؟ ولا ولي أمر، فهند أرملة أخي، ولن يبلغ بنا التساهل أن نسكت عن المحرمات. لا ولاية لك عليها، وليس من الحق أن تقول ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ومن أعطاك الحق لتقر بأنها فاحشة؟ أخبرتكم بأننا أربعة شهود شاهدنا الواقع. هذا الخسيس مع أرملة يا أخي. أين هي؟ هربت بعدما كشف أمرها مع هذا الآثم. أستغفر الله العظيم، سوّد الله وجهك واجهه. هناك أربعة شهود أيها الفقيه ليخبروك بما جرى، رأوا بأم العين هذا الآثم مع أرملة أخي رحمه الله يرتكبان الفاحشة في مكان معزول. أي فاحشة؟ ده كذب، ربنا شاهد أنه كذب. أي وقاحة هذه التي تجعلك تكذب أربعة شهود في مرعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كيف تعرف أنها بريئة؟ لا أعرف، والعلم عند الله وحده، ولكني أذكرك بعاقبة الأمر إن ظهر فيه لبس. إن عدم ثبوت التهمة على المشهود عليه بسبب تضارب الشهادة يخول له المطالبة بإقامة حد القذف على الشهود. فهل لا تعقلت وجعلت الأمر يسير وفق شرع الله وما يقتضيه العقل والحكمة؟ ولا حكمة في أن نتثبت من أمر كهذا في الطرقات. هل نذهب إلى المسجد؟ توكلنا على الله. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.